ليس من تارجو من اجمل الارتام اللي معمول عليها رقصات، واكيد في بعض منكم شافها او سمعها، وبيبقى دايما الميوزك بتاعت الريزم بتاع التانجو بتاعنا بيبقى الميوزك بتاعته بتبقى او المشهوره شويه او البعض مننا سمعها ان هي بتبقى كونفرسيتا. وطبعا يمكن في ناس سمعتها وفي ناس لا لسه ما سمعتهاش، او معروفه بيها التانجو اكتر او بيها الرقصات اكتر. فاحنا ازاي نتعلم تانجو او ازاي نقدر نعزف التانجو؟ التانجو عندي انا بقول 1 2 3 4 في الفايف، انا بعمل فيها يا اما تبديل ايديا، هبدل بين ايديا، يا اما هعملها بالشكل الثاني هو الرول. اوكي، فنجربه مره ونشوفه عامل ازاي. بالشكل دوت، وممكن كمان بالشكل الثاني ان انا هخلي بدل حركات ايديا التبديل اخليها رول. طبعا الشكلين مظبوطين او الشكلين هيطلعوا لي ناتج اللي عندي اللي انا هسمعه هيبقى ناتج واحد، بس الاكيد ان كل حاجه مميزه عن الثانيه. فمثلا التبديل الاولاني انا ببدل بين الرايت هاند والليفت هاند، بين الاثنين ببدل ما بينهم. ده اكيد بيديني اكتر ان انا اقدر اذاكر تكنيكات اكتر، اقدر اذاكر تمرين تكنيك اكتر، اللي هو بمعنى ان انا هعمل كده بالمنظر ده. لما هاذاكره هيبقى بالمنظر دوت. عشان يبقى انا استفدت كمان من التانجو واستفدت كمان من الريزم بتاعي عشان اعمل بيه تمرين تكنيك، هجربه على كل الدرام في اي مكان، او في اي على التون مثلا او التون فلور، هنا هجرب هنا او اجرب هنا، اشوف الموضوع عامل ازاي، واحاول انا احرك ايديا عشان هو بيديني تكنيك اكتر لايديا. نشوف عامل ازاي. هو التريننج بتاعي او في نفس الوقت الريزم بتاعي اللي هو التانجو.